سبونسر ايش عندك؟ لا هاي باكج وصل اليوم يعني ما ادري. اه عجيب. من شيكاغو. اوكي. اوه. يلا خلينا نلعب شيء. يلا بشوف. هذا حصلنا اللعبة اللي بنلعبها واخيرا. مرحبا السلام عليكم شباب، وياكم راشد لاعب العربي في جي اس، وياي منصور. شلونك منصور؟ ها من زمان. ها من زمان صار والله كنا مشغولين، هو كان قاعد يجيب العاب جديده ويعني وايد اشياء اغراض يعني وايد عجيب. ان شاء الله نرويكم، وانا بعد كنت مشغول فبس لا. واخيرا يعني الحين وصلنا ان نقدر نلعب كراش بانديكوت على البلاي ستيشن 1. ف تبي تحكي شوي عن اللعبه او تبي؟ اللعبه كانت هاي كل ما كان عبالة ان هاي الماسكوت مال البلاي ستيشن نفس ماريو حق نينتندو وسونيك حق سيجا، بس كان في كروك يعني ناس عبالهم، وكان في سبايرو يعني ناس عبالهم هو الماسكوت، بس ما كان ماسكوت. بس يعني معظم الناس يقولون لحين يعني كراش هو الماسكوت، وللحين يبون لعبه جديده. فيمكن اي 3 اكتيفيجن بليز. ما نبي شيء نفس ميوتنتس وجاينتس ولا شيء، رجعوا حق هاي حتى لو كانت يعني شيء بسيطه نفس بي اس ان داونلود شيء كذي على انشارتد على كراش اي شيء. اوكي alright، فخلنا نبدأ نلعب نسمع okay. صوت الحلو العجيب مال البلاي ستيشن. يس وي صار اوكي. سي دي قاعد يسوي لودينج. اوه الاول هني كل مره اخاف. شوف هاي لما تشوف هاي يعني قلت خلاص ممكن قلنا بسم الله وان شاء الله اكثر من هاي ننتظر هاي شهاداتنا مال الاختبارات. انا اتذكر اشتري لعبه يعني كل مره كنت اشيكها في المحل. اوكي وبعد اوصل البيت اخاف لان تدري البي اس 1 كان في ديفرنت كل واحد عنده لينس غير ولا شنو. فانا متاكد من اللينس مالك ملعون قبده غير عن المحل. ايه بالضبط. الحين بعد اللي سيفه انا تقدر بعد تسوي هاللعبه داونلود على البي اس ان. فتفك روحك من هالسؤال. بس لحين تلعبها على البي اس 1 لا؟ احسن. لو شفت اصلي. احسن اصلي. والله الحين طالع اللعبه شوي يعني تحس روحك مو صاحي يعني. اس كراش يعني ما اخذ يعني من الشطاط او شيء. انا الحين اتذكر اول كراش لعبته هو كراش 2. بس كراش احلى كراش عندي. ايه حتى انا كراش 2 وحتى يمكن كراش 3، بس كراش 2 كانت يمكن احلى واحده. بس حسيت ان كراش 1 انها كانت شوي صعبه. ايه وايد طويله. طويله بعد ايه. تحس روحك غبي بعد. انا ما كذا هاي تفاح. هاي تفاح ولا ما نقول الحين اقول هاي شو يسمونه مشفش. اي هاي بقرقع ضربه.
اكثر بقى. وبش ما تتملل تسوي الاشياء. انا مرة انا كنت لما كنت صغير اتملل بس اروح بحصل هاي الكريستلز وما ادري شنو. وبش اخر شيء بعد ذكر كنت دايما اسوي بالغلط الحين تحصل سبيشل. ما صدق ان هاي اللعبه يعني نفس الناس اللي مسوين The Last of Us وانشارتد سووا هاللعبه. رحت لفه غلط. حاسب اوف يلا روح. ما اتذكر في رقصة كراش المشهورة. ها؟ لا ما اظن. هاي كانت كراش 2. اقول ليش هابين انا كلها صفق بالراس يعني. ذكرني بعد شوي مرة دونكي كونغ هاي الماب. دونكي كونغ كونتري. دونكي كونغ كونتري على سوبر نينتندو كانت نفس الشيء تقريبا يعني الماب مو الليفلز. والله ضيق صدق لعبة. اتمنى احصلها والله. ما لعبتها وكنت صغير فشي الناس يقولون لي مو دونكي كونغ كونتري. ايه. خاطر شيء. أي أغاني عرسي فيها. مستر راكسي. أوف. أبا. لا لا. إيه. إيه. عبالي أنا كان عندي بس واحد. أوف. لا خش ليش كانت الهاي. اللي تروح ويا المرضى من خنزير او شيء كذي مرضى كان في خنزير. وايد حيوانات غريبة. اخيرا لعبة نعم لعبة. بالضبط مو كل مرة نموت. حصلت الحين. بونس. نسيت عن هالشيء بونس رامز. احلى شيء البونس رامز. ما تعب روحي اسوي كذي خلاص مش سيف بوينت. شنو هاي باسورد؟ ايه اصدق. اوكي اوكي اوش قاعد اسوي سيف الحين. يعني هاي بس هالطريقة تقدر تسوي سيف لازم تجمع دلين؟ ما ادري والله ما اتذكر. انا اخواني كانوا يلعبون. انا بس كنت العب شوي يعني ما كنت احصل شانس قبل. اوكي كمل ستيج. والله خوش لعبه كانت. اوف ولا يعني العجيب كان الجرافيكس يعني وقتها كان وايد فن. الحين زينين يعني للحين يعني. اوكي شباب عندكم كراش الفيديو الابسود اللي كنت تابعونه. اذا تابعون اي فيديو ثاني بس كتبوا في الكومنت. ولا بعد لا تنسون تسوون لايك فيفرت وسبسكرايب. واذا عندكم اي اقتراحات يعني شفنا الانترو نحن اللي سويناه كان شوي غير يعني نبي نغير يمكن الحلقة تمثيلية. اذا عندكم اقتراحات ثانية يمكن تبون تحطونها في الكومنتس. حياكم. بس قلنا لا تنسون. اوكي بس خلاص مع السلامة شباب.